اكتر خلينا نعرف. انت شايف ده من الحاجه السيئه الحاله ده شكل السواقي في حالته يعني ما يعني لا تليق بشكل السائق. طبعا انت عارف السواقي دي طبعا بتدور بدفع المياه قوه المياه، فهنعيد تاهيل السواقي برضه بحيث انها تتواكب مع اعمال التطوير والتجميل. المنظر اللي انت شايفه ده دلوقتي مش هتشوفه تاني، هيتم تاهيل واعاده تاهيل السواقي بشكل جمالي بشكل حضاري. هيبقى في شاشه عملاقه برضه هنا هتعرض معالم المحافظه السياحيه والاثريه، وبرضه هنستغلها برضه في مساحات اعلانيه للشركات الاعلانات بحيث انها برضه يبقى تقدر تجيب ثمن التكلفه بتاعتها في خلال عام ان شاء الله بامر الله ومولانا راس الجدوى. طبعا في باركنج